الكبد بيتكون من 4 فصوص وهما الليفت لوب والرايت لوب والكوادريت لوب والكوديت لوب. والكبد بيحتوي على 5 أربطة بتثبته في مكانه وبتربطه بالأعضاء المحيطة به. أول رباط معانا هو الكورونري ليجامنت. والكورونري ليجامنت بيتكون من طبقتين، طبقة عليا اللي هو superior coronary ligament وطبقة سفلية اللي هو inferior coronary ligament. الرباط اللي بعد كده هو triangular ligament، والtriangular ligament رباطين، left triangular ligament و right triangular ligament. والtriangular ligaments هم عبارة عن امتدادات للcoronary ligaments. الرباط اللي بعد كده هو falciform ligament، والفالسيفورم ليجامنت هو الرباط اللي بيفصل بين الليفت لوب والرايت لوب. وفي نهايه الفالسيفورم ليجامنت بيبقى فيه حافه حره بترتبط مع الرباط الرابع اللي هو ليجامنتم تيرز او الراوند ليجامنت. والراوند ليجامنت بيقسم الليفت لوب من تحت للاترال سيجمنت وميديال سيجمنت. والرباط الخامس والاخير هو الليجامنتم فينوزم، والليجامنتم فينوزم بيفصل بين الليفت لوب والكوديت لوب.